وفي هذا الشأن أكد المهندس محمد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن المشاريع التطويرية تأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية للاهتمام بالأسواق المركزية ككل والسوق المركزي على وجه الخصوص. هذه المشاريع بكلها تأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية للاهتمام بالأسواق المركزية ككل وبسوق المنامي المركزي على الأخص، كونه واحد من أهم المرافق التوزيع والأمن الغذائي في البلد. طبعا أمانة العاصمة ووزارة شؤون البلديات ممثلة بسعادة الوزير المهندس عصام خلص وبمتابعة من سعادة الوكيل المهندس الشيخ محمد بن أحمد، تولي السوق المركزي بالأخص اهتمام كبير، وتم اختيار مجموعة من المشاريع اللي من المؤمل أن تعود بآثار إيجابية